أعيش لأبدع فناً، أشهر مقولة للمصمم اللبناني جورج شقرة عن نفسه ورسالته في عالم الأزياء. ولد شقرة في منطقة جبل عامل جنوب لبنان، وأول ملهمة في حياته كانت والدته التي كانت تعشق الموضة الباريسية وتعدها قمة الأناقة الراقية. درس شقرة التصميم الداخلي وجذبته فكرة استعمال الأقمشة في الديكور لإضفاء مود أو سرد قصة. وبعد عامين وفي ظل غياب الاستقرار السياسي في لبنان سافر إلى كندا لدراسة تصميم الأزياء. في العام 1985 كان شقرة يبلغ من العمر 22، وقتها عاد إلى لبنان ليبدأ مسيرته من غرفة صغيرة كان يرسم تصاميمه فيها وينفذ الباترونات، يخيط الأزياء ويقابل الزبائن. I'm going to sit in my on my office. Okay, I'm going to call my muse, and now we're gonna work. It doesn't work this way. So usually it's a bit of you have to dream. All our work is about creativity and dreaming. وبعدها أطلق علامته أونا جروب في العام 1994 والتي لا تزال تتوسع إلى الآن. كانت تصميماته رفيعة ومتألقة ومتقنة من ناحية الألوان والقصات، وبدأ العمل محلياً وعالمياً، وكانت تصاميمه محط إعجاب الكثير من الممثلات والمغنيات في هوليوود. قدم أول عرض كوتور في 2001 خلال باريس فاشن ويك. It was really a dream to show in Paris that time. So since 18 years and 19 years, so it's really it's a joyful, you know, it's stressy but joyful at the same time. في العام 2006 ظهرت تصاميم جورج شقرة في فيلم The Devil Wears Prada. I was really surprised when I saw my clothes in the movie The Devil Wears Prada. So it was really a big achievement, you know, during the show, in the films, and they want something very glamorous and unusual. So it was really, you know, it surprised me.